الله يسعد لي مساءك سيادة الرئيس، كيفك؟ شو أخبارك؟ منيح؟ إن شاء الله تكون مش منيح. والله يا سيادة الرئيس، عارف أنت بدك تسأل وينك يا ماهر غايب؟ مزبوط؟ صح 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 مزبوط، بدك تسأل وينك يا ماهر غايب؟ أنا موجود سيادة الرئيس، بس كنت إجازي. كنت ناخذ إجازي، من حقي آخذ إجازي، بس يا أخي أهل السويدة يا زلمة، كثر خيرهم والله، بعثين لي رسالة ورا رسالة، في كثير رسائل تطمن عني، بس الشغلة يا سيادة الرئيس مش بالتطمن، أنا باخذ على خاطري من؟ معقول يا سيادة الرئيس؟ يا زلمة ما يتركوليش، فرح حزب تنمر علي؟ طب غم يا زلمة، روحوا كل فروع السويد. الله بقول يا سيادة الرئيس، أنا يكون حاط عيني على فرع شهبة زي منام فيك رقيب طاش، قلنا مش مشكلة خيو فرع الأخرية كمان طاش، لك ما ضلش فرع السويدة إلا ما طيروا من مياه. جينا مع عند سلخك الله يسعد عينك أبو ناصر السعدي، قلنا أبو ناصر السعدي ما راح يقبل، راح يستنى لأجي أنا أرجع تنمر على فرع الحزب تبع سلخك بعدين يخوسقوه ويسكروا، بس كمان يا أخي سكروه ما استنونيش. يعني سيادة الرئيس أقسم بالله شو بزعج يا زلمة، يفك عينك سيادة الرئيس، قديش صرت بتحمل خوازيق؟ يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، حزب البعث أعطاكم عمرو السويد، هلق نحن كيف بدنا نقعد بلا حزب بعث؟ بالله عليكم هالمواهب اللي عندنا الكتيبي لمين بدها تكتب؟ بس بحب خبركم يا كتابين التقارير، ترى الى الان مسموح لكم تكتبوا تقارير تبعثوها عنا على شعبه الحزب تبع المروه، لساته شغاله ها؟ لبكره بعرفش بتضل شغاله، فقلب بنفسه شي كلمه يكتبها على زميله، يكتبها على احد من اقربائه، يكتبها ويبعثها لعنا على المروه، ترى مستقبل لانك شغال، بس تكثروش تقارير لانه فرع المروه ململم صغير لساته، بسعش كثير اوراق، يعني ورقتين ثلاث، طيب يا سياده الرئيس يعني انا مش عارف شو بدي اقول لك، يعني مش بس اهل السويدة مستنينيش لارجع واتنمر على فروع قبل ما يسكروهم، كمان صار يتنمروا على كتيبه التقارير، يعني واحد قضى عمره هو يكتب تقارير، هي الثروه الحيوانيه هي مش لازم نتخلى عنها، هذول كاتبين التقارير ممكن احنا نستفيد منهم، بكره نعمل مخابرات ونبعثهم على اسرائيل يكتبوا تقارير، بس انا شو عم بقول لحالي سياده الرئيس؟ عم بقول ان صار لك فتره معلم شي 10 15 يوم كل يوم خازوق، قلت لمن يلحق حالك وخوزكك خازوق، قلت لك انه انا رجعت، خلصت اجازتي، حمي حالك، ما تقولش زي ما اخذني غدر، فريد وخذ زاوي، انتوا السيده الاولى قلب، الله يسعد لعينكم، خذ السيده الاولى قلب واعملوا بارتي احتفال برجعت، بدي البارتي وصل صوتها لعند خالتي فايزه قلب، اموال اشتقنا بعد زمان، اموال ما عادش سمعنا صوتك، ليش؟ وائل بعده عم بيشتغل مع رفيق لطف ويمنتج له حلقاته، طب انت ليش ما عادش سمعنا صوتك يا عيوني؟ لساتك محتاره بين اديب الشكلي والاتاسي؟ لسه ما اقتنعتي انه احنا الاتاسي ما لنا علاقه فيه؟ والله ما لنا علاقه فيه الاتاسي، اديب الشكلي ماشي، اتاسي ما لناش علاقه فيه. يلا سياده الرئيس اذا خطرنا عندك حبيبي حبيبي والله والله اشتقت لك يا زلمه وحياه خالتي فايزه قلب انه اشتقت لك سياده الرئيس هلا رجعنا معنا ونشوفك بخير الله يسعد عينك ويلعنك ويلعن اللي شافك وانبسط مغلاك.